السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أنكم بخير وبصحة جيدة. إذن أرحب بكم في حصة جديدة من حصص التعليم عن بعد. إذن اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على درس جديد في مادة التربية الإسلامية. سوف نتعرف على درسين، درس في مدخل الاستجابة والدرس الثاني في مدخل القسط. إذن أعزائي التلاميذ، فيما يخص مدخل الاستجابة سوف نتعرف على درس عنوانه أذكر الله أحمد الله. إذن سوف نتعرف على درس عنوانه أذكر الله، أي سوف نتعرف كيف نحمد الله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي التلاميذ، قبل أن نبدأ درسنا هذا لابد أن أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة كتمهيد لهذا الدرس. إذن عندما نتناول الطعام وننتهي من الأكل ماذا نقول؟ أو عندما نشرب الماء عندما ننتهي ماذا نقول؟ إذن نقول الحمد لله. إذن هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم إن شاء الله. سوف نتعرف كيف نذكر الله سبحانه وتعالى، وبالخصوص بخصوص أن نحمد الله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي التلاميذ، لديكم هذه الوضعيات توجد في الكتاب المدرسي صفحة 80. يمكنكم أخذ الكتاب وتابعوا معي. إذن سوف أقوم بقراءة الوضعية. تقول: قالت هند لأمها: أحمد الله تعالى، فقد أصبحت أتقن الوضوء مثلك، وقريبا سوف أتعلم كيف أصلي إن شاء الله. إذن هند هي فتاة قالت لأمها أنها تحمد الله تعالى لأنها أصبحت تتقن الوضوء مثل أمها، وقريبا سوف تتعلم كيفية الصلاة. إذن على ماذا حمدت هند الله سبحانه وتعالى؟ لماذا حمدت هند الله سبحانه وتعالى؟ إذن أعزائي التلاميذ، موضوع درسنا اليوم هو أذكر الله أحمد الله. إذن نحن نذكر الله في كل وقت وحين، وذلك إما بالاستغفار أو قراءة القرآن أو نحمد الله تعالى، وهذا ما سوف نتعرف عليه. إذن نحن نحمد الله تعالى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا بمجموعة من النعم، التي هو الذي مثلا أن الله سبحانه وتعالى رزقنا بالسمع والبصر والكلام والصحة والمال والعقل. إذن كل هذه النعم الله هو الذي رزقنا بها. إذن نحن كمسلمين يجب علينا أن نحمد الله تعالى ونشكره، فنقول الحمد لله. مثلا عندما نتناول الطعام أو نشرب الماء نقول الحمد لله الذي أطعمنا هذا وسقانا هذا. إذن وكذلك عندما نمرض يجب علينا أن نقول الحمد لله الذي شفاني. إذن إذا مرضت ثم شفيت أقول الحمد لله الذي شفاني، وحتى إن استيقظنا من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا. إذن كل هذه النعم التي رزقنا إياها الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نشكره، يجب علينا أن نشكره. إذن نحن كمسلمين يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عن كل هذه النعم التي رزقنا إياها، لأن الله هو الذي رزقنا هذه الحياة. إذا بالنسبة لهذا النشاط يوجد لديكم في الكتاب المدرسي الصفحة 80. إذا السؤال يقول: أربط العبارة بما يناسبها. إذا لديكم هنا عبارة مكتوبة بالقلم الأخضر أو باللون الأخضر، ولديكم أربع عبارات أخرى. إذا سوف نحاول أن نربط هذه العبارة بالعبارات الأخرى بما يناسبها. إذا أقول الحمد لله عندما. إذا نحن متى نقول الحمد لله؟ هل عندما ننتهي من الاستحمام؟ هل عندما أنتهي من الاستحمام أقول الحمد لله؟ لا. عندما أتعافى من المرض؟ نعم، عندما أتعافى من المرض أقول الحمد لله الذي شفاني وعفاني. أقول الحمد لله عندما أشعر بالجوع؟ لا، عندما أنتهي من الأكل أقول الحمد لله، ولكن عندما أشعر بالجوع؟ لا. عندما أقول الحمد لله عندما أستيقظ من النوم، نعم، قل الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا وإليه النشور. إذا نقول الحمد لله عندما نستيقظ من النوم. أختار ما يناسب مما يلي
وأكتب الجواب المناسب. لدينا أتناول طعامي، أتطهر، أصلي. إذن لماذا أتوضأ؟ أتوضأ لي أتطهر ولي أصلي. إذن سوف نكتب هاتان الكلمتان. إذن بالنسبة للدرس الثاني في مدخل القصد عنوانه أشكر الناس. إذن سوف نتعرف لماذا أو كيف نشكر الناس. إذن سوف أطرح عليكم سؤال. إذا مثلا نسيت قلمك في المنزل وعندما أتيت إلى المدرسة وجدت أنه ليس لديك قلم وطلبت من أحد زملائك أن يعطيك القلم فأعطك هذا القلم، فماذا سوف تقول له؟ نعم سوف نقول له شكرا. إذن سوف نستمع إلى هذه الوضعية وسوف نتعرف أكثر على هذه الوضعية ونتعرف أيضا أكثر على الدرس الذي نحن بصدده. إذن تقول الوضعية: دفعت الأم الأجرة للسائق وشكرته قائلة: جزاك الله خيرا. قالت مريم لأمها: لماذا تشكرينه وقد تسلم أجرته؟ ردت الأم مبتسمة: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذن في هذه الوضعية أم وابنتها كانت في سيارة الأجرة، فعندما وصل إلى المنزل قالت دفعت الأم الأجرة لسائق السيارة وقالت له: شكرا جزاك الله خيرا. فمريم استغربت من هذا التصرف الذي قامت به الأم، لأن سائق السيارة أخذ الأجرة فظنت أنه لا يمكنها أن تشكره. فقالت لها أمها: من لم يشكر لم يشكر الله سبحانه وتعالى. إذن اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على كيف نشكر الناس ولماذا نشكر الناس وما فضل أن نشكر الناس، وحتى وإن كان ذلك الأمر الذي يقومون به واجب عليهم. اتفقنا؟ إذن أعزائي التلاميذ، من خلال الوضعية السابقة الأم شكرت سائق سيارة الأجرة بالرغم من أن هذا السائق قد دفعت له الأم مبلغا ماليا كأجرة له. إذن فالشكر لا يعني التقليل من قيمة الشخص، على العكس عندما أشكر شخص ما على معروف قدمه لي فهذا يدل على أنني شخص واعي متحضر. إذا أردنا نحن المسلمين أن نشكر شخص ما فنقول له: جزاك الله خيرا. مثلا: صديق، أنت نسيت قلمك في المنزل أو نسيت كتابك في المنزل، فصديقك أعطى لك كتابه أو قلمه، فماذا سوف نقول له؟ سوف تقول له: جزاك الله خيرا يا صديقي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ويقول أيضا: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ الثناء. إذن عندما يقوم شخص ما بمعروف لك وقلت له جزاك الله خيرا فقد شكرته وأوفيت في شكره. إذن نحن كمسلمين وأيضا أنتم كتلاميذ صغار يجب عليكم أن تتعلموا أن تشكروا الناس مهما قدموا لكم معروفا ولو كان صغيرا بحجم نملة صغيرة، يجب عليكم أن تقولوا لهم شكرا. وإذا قلتم لهم كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول لهم: جزاك الله خيرا. إذن نحن يجب علينا أن نشكر بهذه الطريقة. إذن يجب علينا أن نتعلم أن نشكر الناس، لأننا من الوصايا التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن نبتسم في وجه أخينا وأيضا أن نشكر الناس إذن ونسامح الناس. إذن هذه الصفات يجب علينا أن نتخلق بها ونتحلى بها نحن كمسلمين. إذن لاحظوا معي، هذا النشاط يوجد لديكم في الكتاب المدرسي. إذن يمكنكم أخذ الكتاب وأيضا إنجاز هذه الأنشطة في الكتاب. إذن يقول النشاط الأول: أصل التصرف المناسب بالضوء الأخضر وغير المناسب بالضوء الأحمر. إذن لدينا ثلاث عبارات من جهة اليمين وثلاث عبارات من جهة اليسار، ولدينا إشارات المرور في الوسط فيها اللون الأحمر والبرتقالي أو البرتقالي والأخضر.
إذن سوف تصلون كل عبارة، العبارة الصحيحة باللون الأخضر والعبارة الغير صحيحة أو الغير مناسبة باللون الأحمر. إذن العبارة الأولى تقول أوحد الله وأعبده، إذن هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ العبارة الثانية تقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ أخاصم زملائي، هذه العبارة الثالثة، إذن هل إذا خصمت زملائي هل هذا التصرف صحيح أم غير صحيح؟ نعم. إذن العبارة الثالثة في الجهة اليسار تقول ألطخ ثيابي، إذن إذا لطخت ثيابي مثلا بالأوساخ أو بالطين أو بشيء ما أو بالشوكولاتة، هل هذا تصرف صحيح أم غير صحيح؟ أشكر من يقدم لي خدمة، إذن إذا قدمت لك خدمة هل ستشكرني أم لا؟ وهل يعد هذا تصرفا صحيحا أم خاطئا؟ أطيع والدي، إذن إذا أطعت والدي مثلا قال لأبي لا تخرج إلى الشارع لأن مثلا هناك مثلا خصوصا في هذه الأحوال التي نحن فيها مثلا يوجد مرضا معديا يقول لأبي لا تخرج إلى الشارع، إذن إذا قطعت كلام والدي فهل أنا أتصرف تصرفا صحيحا أم تصرفا خاطئا؟ إذن قموا بالإجابة عن هذه الأنشطة، وكما تلاحظون أنا أيضا أجبت عن هذه الأنشطة. إذن سوف ننتقل إلى النشاط الثاني، تقول الوضعية نسي جلال قبعته عند البقال فعاد ليسأل عنها، ناوله البقال إياها فأخذها وانصرف مسرورا. ماذا يجب على جلال أن يقول للبقال؟ إذن جلال هو طفل نسي قبعته عند البقال، فعندما عاد إلى البقال مرة أخرى سأله عن قبعته، فعندما أعطاه إياها البقال أخذها ورحل ولم يقل للبقال أي كلمة، فقط أخذ القبعة وانصرف. إذن سوف تختارون الجواب المناسب مما يلي، سوف ما هي الإجابة التي يجب على جلال أن يقولها؟ هل لن أنساها مرة أخرى أم جزاك الله خيرا؟ إذن أنتم اكتبوا الإجابة التي ترونها إجابة صحيحة.